جزء مهم من فكرة الهوية هو ما يحدث في المقابر والمدافن، والحقيقة انه ده موضوع بيشغل الرأي العام واكيد هيثار عندكم في الحوار صحيح، الوطني، طلبوا لانه فعلا. يشعر الناس اصحاب هذه المدافن اللي هي معظمها مدافن تراثية وتنتمي لشخصيات كانت لها بصمات كبيرة على التاريخ المصري، ان لا احد يسمعهم، ان مفيش حد بيسمعهم، ان هم بيتكلموا في الهوا، لما بينزعجوا يا اما بيحطوا يا اما بييأسوا بيحطوا كلام على السوشيال ميديا او بيكلمونا في الاعلام احيانا، لكن في النهايه ما يحدث يحدث، ممكن ننقذ مقبره اتنين، لكن الحقيقه لا نستطيع ان احنا ننقذ كل هذه المقابر او المدافن بدعوى التطوير. ايه وجهه نظرك انت في هذا الموضوع؟ يعني انا من الناس اللي بتحب يعني التراث وفكره الاهتمام يعني بالاثار ومتعاطف جدا من هذا الامر يعني، لكن كل حاجه ممكن تدرس في اطار ان احنا يعني نشوف ايه الامكانيات الموجوده ونشوف ايه المطلوب عمله مكان هذه الاماكن، وازاي نقدر نحل. الهندسه بتحل اي حاجه، ونقدر نشوف الشكل العام ايه. طب نقدر يعني نستفيد او ننقذ اكبر عدد ممكن من الامور التراثيه او الـ يعني الاثار اللي موجوده هناك، وبرضه في نفس الوقت نقدر نحل بوسائل مختلفه هندسيه اذا كان مشروع موجود او طريق موجود. انا بس كل اللي طالبه ان احنا يحصل نوع من الحوار زي ما بيحصل الحوار الوطني ده، ونقعد نشوف ادي المطلوب وادي اللي موجود، طب نحل ازاي. وانا متاكد مصر فيها خبراء كتير قوي تستطيع ان تصل الى حلول لكل حاجه موجوده. امتى هتتكلموا في ده؟ لان الهدم شغال، احنا بنسابق الزمن، فالهدم والهدم معاه والهدم شغاله في هذه المقابر، وهي مقابر يعني كان معانا صورها وعلى طول احنا بقى عاملين حمله كبيره عليها، هذه يعني من جمال المعمار المصري القديم. انا يعني احنا ما حضرناش غير جلسه واحده بس كانت الثقافه والهويه الوطنيه، وعلى طول بعد ما انتهي الجلسه كانت اول حاجه كلام في كل الحوار ان لابد ان تخصص جلسه الاسبوع القادم في الثقافه لموضوع الاثار والتراث اللي موجود في فهي المنطقه دي. مطروحه، فهي مطروحه، يعني كل الناس اللي كانت موجوده مشاركه تقريبا بعتوا ان مطلوب ان الجلسه الجايه تكون لهذا الامر.